باسم جمعيه رياض الطفوله والمستقبل. كيشرفنا الحضور في هذا المهرجان الخطابي اللي عنده واحد العلاقه وطيده بالصحراء المغربيه، لان حضورنا هنايا كيثبت باننا دائما سنبقى جنودا مجندين وراء السياده الملكيه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، وسنقول دائما وابدا ان الصحراء مغربيه وستظل مغربيه، وانها لن ان قضيه الصحراء ليست قضية حدود بل هي قضية وجود، وسيظل شعارنا دائما هو الله الوطن الملك، وسنبقى مدافعين جنودا مجندين للصحراء المغربية. وشكرا لحضوركم.